هنا القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم. متغيرات جذرية يشهدها النظام العالمي خلال السنوات الأخيرة، ولم تكن منطقة الشرق الأوسط بمعزل عن هذه المتغيرات، حيث صعدت بعض الدول العربية كقوى ذات ثقل إقليميا ودوليا على المستويين السياسي والاقتصادي. القوى الإقليمية المؤثرة في الشرق الأوسط هي موضوع مطروح للنقاش. إذن بخطى ثابتة تنطلق قاطرة التنمية في مصر والسعودية والإمارات. لنبدأ النقاش، ينضم لنا من القاهرة الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي، أهلا بك. يشهد النظام العالمي تحولات واسعة منذ الأزمة العالمية 2008 تحديدا، ومؤخرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أيضا. كيف ترى دور دول الشرق الأوسط في تفاعلات والتوازن بين القوى العالمية حاليا؟ الحقيقة أن التوازنات الدولية بالفعل نجمت عن أمرين أساسيين. الأمر الأول هو حالة السيولة التي يشهدها العالم ما بين صراعات وأزمات وأوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية، فرضت ظهور قوى وأفول قوى أخرى في المشهد العالمي. بطبيعة الحال الراصدون للتطورات والمتغيرات العالمية لاحظوا، ومعهم كل الحق، في أن منطقة الشرق الأوسط تشهد قوة صاعدة وبازغة تؤثر وفاعلة أكثر في الأحداث العالمية. ربما كان هذا ملاحظا ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي والأمني، بل والرياضي أيضا، من حيث استضافة الفعاليات، من حيث الدور المؤثر. وأيضا ربما كان أحد الأسباب الالتفات إلى الدور الخاص بكل من مصر والسعودية والإمارات هو الحرب بين أوكرانيا وروسيا. بطبيعة الحال خلال هذه الحرب اتضح بقوة مدى تأثير هذه الدول. النداء الذي وجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ كوب 27 لمحاولة رأب صدع وتسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما لقي قبولا دوليا. أيضا هناك دور لاحظناه خلال العام الذي مضى في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، على سبيل المثال توسط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
لتبادل الأسرى بين كل من روسيا وأوكرانيا، وأيضا الدور السعودي الإماراتي لأيضا محاولة أخرى لتبادل الأسرى، وحصلت بالفعل بين عدد من الأطراف، سواء الأمريكية لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر وتاجر السلاح الروسي فيكتور بوت. بالتالي لم يكن هذا ليحدث لولا حدوث متغيرات واضحة، المكان والمكانة فرضا الانتقال بالقوة والثقل إلى الشرق، حيث الشرق الأوسط بطبيعة الحال أصبحت هناك قوة فاعلة لا تأثير، ليس فقط من أن هذه الدول تحرص على مسافة محددة بينها وبين الأطراف والأقطاب المختلفة عالميا وتبقي هذه المسافة، بدليل أنه على سبيل المثال رفضت قوى مثل السعودية والإمارات استبعاد روسيا من أوبك بلس كما طلب الغرب والولايات المتحدة. أيضا هناك جهود بذلت للإبقاء على علاقات مع الغرب وخاصة أوروبا، ويعني على سبيل المثال الدور المصري في إمداد أوروبا بالغاز، وأيضا الدور الخليجي بطبيعة الحال لإمدادها بالطاقة والغاز. كل هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى عوامل استراتيجية وجيوسياسية أخرى دفعت إلى الواجهة بقوة واضحة، هي كما ذكرتي بالفعل مصر والسعودية والإمارات، كتل وتكتلات. دكتور، فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت عن تضرر الدول الصناعية الكبرى بشكل كبير مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط، كيف نفسر هذا الأمر؟ لأن الدول في منطقة الشرق الأوسط فكرت منذ خلال العقدين الماضيين على تنويع مصادر الوارد، يعني الموارد، وهذا نجحت فيه عدد من دول المنطقة على استكشاف أفق التطور الصناعي والطاقة وما إلى ذلك. مصر على سبيل المثال اهتمت بالطاقة والغاز الطبيعي واستكشافات ويعني الغاز في سواء في البحر المتوسط ومناطق أخرى، أيضا دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات اهتمت بألا يكون المشهد الأساسي هو مسألة البترول أو النفط، وإنما أيضا الدور الفاعل على مستوى الاقتصادي والاستثمارات الإقليمية والدولية. وهذا على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، الاستثمارات ولنقل استثمارات الإماراتية في دولة مثل مصر بلغت 1300 شركة على سبيل المثال. هذه الدول تحاول وتنزع باتجاه أن تكون تكتلا في عالم يميل إلى الاستماع إلى القوى والتكتلات البارزة والصاعدة ذات التأثير والفاعلة دوليا. وده يخليني أسأل حضرتك دكتور، ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية العام 2008 تم إثبات يعني أن دول منطقة الشرق الأوسط وحتى الآن لديها القدرة لمواجهة الأزمات الحادة اقتصاديا وأيضا سياسيا، ما هي الأسباب السياسية التي جعلت منطقة الشرق الأوسط قادرة حتى الآن على التعافي من هذه الأزمة وأزمات عدة أخرى؟ ربما يمكن تفسير ذلك وأن نعزو إلى ثلاثة أمور محددة. الأولى هو وجود قيادات في الدول الثلاث والقوى الثلاث، مصر والسعودية والإمارات، قوى صاعدة جديدة تحاول أن توجه البلاد إلى مزيد من التطوير والتنمية، التنمية والتأثير الفاعل، سواء في مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي السعودية أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي الإمارات دولة الإمارات هناك أيضا الشيخ محمد بن زايد، من نائب رئيس الدولة إلى رئيس دولة، كل هذا أيضا أثر بقوة. النقطة الثانية هو التخطيط متوسط الأجل وأيضا طويل الأجل من أجل إيجاد مساحة قوية فاعلة سياسيا واقتصاديا لهذه الدول أو القوى الثلاث والتحرك على المستوى الدولي، وأيضا عدم الارتباط. هناك بالفعل تعاون فضفاض
على سبيل المثال مع الغرب والقوى الغربية والولايات المتحدة، ولكن لا يمكن استبعاد قوى أخرى صاعدة ومهمة ومؤثرة في الساحة الدولية مثل روسيا والصين على سبيل المثال للحصر. وأيضا النقطة الثالثة تتعلق بأن الاهتمام يكون بمسألة القوة الناعمة. القوة الناعمة بالتأكيد في مصر والسعودية والإمارات اتضحت خلال السنوات الأخيرة أن هناك اعتمادا على بناء رصيد وإضافة المزيد إلى الرصيد القائم بالفعل بشأن القوى الناعمة، سواء على مستوى استضافة فعاليات رياضية والبطولات العالمية التي تتجه إليها أنظار العالم، وهذا حدث في السنوات الأخيرة بشكل واضح، وأيضا إلى أن الملف الأمني أيضا ملف مهم جدا، وخصوصا بالضبط لاستضافة هذه الفعاليات. يعني كان هناك دور ومجهود مبذول على الأرض من الناحية الأمنية أيضا. بكل تأكيد كلامك صحيح تماما، وهناك اهتمام في قمة جدة للتنمية العربية الأمريكية، وهناك اهتمام بلقاءات واتصالات وجهود واضحة من جانب الدول الثلاث، وأنا أسميها ليس فقط دول ثلاث، أصبحت الآن قوى ثلاث مؤثرة وفاعلة ولاعبة على المستوى حول هذا المصطلح والدولي. قوة إذا ثلاث كان يعني هذا مصطلح قوي وبالطبع له تأثير وأبعاد. هذا التعاون والقوى الثلاث كيف يمكن أن يكون لها تأثير تحديدا على ملف روسيا وأوكرانيا الفترة القادمة، وخصوصا أن يرى الكثيرون أن النظام الدولي الآن يتجه إلى تعدد المراكز والأقطاب؟ بكل تأكيد هناك اهتمام بأمرين يجب ألا نغفل عنهما في شأن هذا الصعود وهذا التنامي في النفوذ والتأثير من جانب كل من مصر والسعودية والإمارات. الأول هو التعاون البيني سواء على المستوى التجاري أو الأمني أو الاقتصادي أو السياسي بين هذه الدول الثلاث. هناك اهتمام في عواصم كل من القاهرة والرياض وأبو ظبي بتعزيز هذه الوسائل للتعاون البيني في كل المستويات من أجل توحيد وتقارب وجهات النظر والآراء والسياسات وبالتالي التحركات. النقطة الثانية أيضا هناك اهتمام بأن يكون لهذا التكتل نوع من التنسيق الذي يمكن أن يسهم في التأثير الفاعل على صورة ليس فقط المنطقة وإنما أيضا على التأثير على الصورة العالمية والمشهد العالمي. وربما هذه البوادر تجعل من هذه الدول على سبيل المثال للحصر، باعتبار أننا الآن في وسط على سبيل المثال الحرب الأوكرانية الروسية، نجد أنها الأقرب إلى أن تلعب دورا في التسوية المستقبلية ربما هذه الدول الثلاث. بالإضافة إلى ذلك اهتمام الدول الثلاث، لاحظي أن قمة المناخ كوب 27 كانت في مصر في شرم الشيخ، والآن كوب 28 ستكون في دولة الإمارات. اسمح لي دكتور أن ينضم لنا من السعودية دكتور مبارك العاتي المحلل السياسي، وأيضا من الإمارات الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوافي، ومن الأردن محسن الشبكي المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا بكم، ونحن نتحدث عن التحولات السياسية الراهنة وصعود قوة فاعلة في الشرق الأوسط. ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه المتغيرات العالمية وأيضا القادم؟ فأبدأ من السعودية دكتور مبارك، إليك هذا السؤال. أهلا وسهلا بك وبزملاء وضيوفك الكرام والمشاهدين. كما تفضل الدكتور قبل قليل أشار إلى نتائج واضحة نلمسها يعني على صعيد الواقع. في رأيي أن هناك مكتسبات حقيقية أو مرتكزات حقيقية يعني تتمتع بها هذه القوى الصاعدة أو القوى المحسوبة في المنطقة، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أهم هذه المقومات في رأيي الموقع الجيوسياسي لمنطقتنا في من خلال وجعلناكم أمة وسطة. بالفعل نحن أمة وسط ما بين الشرق والغرب وما بين الشمال والجنوب، وموقع جغرافي يعني لا يتمتع به أحد غير هذه الدول. النقطة الثانية وهي الأهم في رأيي أن السعودية وهي تحتضن الحرمين الشريفين وهي محور ومهو أفئدة المسلمين
منحها يعني موقع ديني وإسلامي كبير جدا. النقطة الثالثة بكل تأكيد أن سيطرة هذه المنطقة على عصب اقتصاد العالم النفط، الذي ثبت أن اقتصاديات العالم بأجمعها لن تستغني عنه حتى للعقود القادمة. النقطة الرابعة الموقع المهم أو الممرات المائية سواء قناة السويس أو ما تتمتع به جمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى من موقع جغرافي مهم جدا، باب المندب، الخليج العربي، البحر العرب، كل هذه المنطقة يعني تسيطر على ما لا يقل عن 45% من ممر تجارات العالم، 86% من تجارة العالم، 45% من النفط والغاز. كل هذه المواقع تزامنت حقيقة مع وجود قيادات جديدة أشار لها الدكتور قبل قليل، تمكنت هذه القيادة من استثمار الحيوية في التركيبة الديموغرافية لهذه الشعوب. ما لا يقل عن 75% من شعوبنا هي في مرحلة شباب، 45% هم ما بعد الألفية، وهي يعني أعمار يجب أن نلتفت إليها. ثم أيضا نجد أن شعب مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أرسل ما لا يقل عن 1.5 مليون من أبنائه وبناته إلى أعرق الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشرق الكرة الأرضية لتعود طلائع هذا المبتعثين اليوم لقيادة العملية التنموية. ومن ثم أيضا النقطة الخامسة في رأيي أن هذه القيادات سواء في القاهرة أو في الرياض أو في أبو ظبي أدركت بالفعل أن الاستثمار في العنصر البشري والاستثمار في التقنية ونقلها وتوطينها أصبحت كفيلة بإحداث التأثير والواقع. النقطة التي يجب أن لا نتغافلها أن القوى الكبرى هي الأخرى تشهد حالة ترهل، حالة انكفاء، حالة انقسام داخل. على سبيل المثال اليوم ما مارسته الولايات المتحدة الأمريكية من انكفاء وخروج مرير أو خروج يعني من أفغانستان جعل هذه الدول تسارع حقيقة لتدبر أمرها السياسي مع العديد من القوى الدولية، ونجحت السعودية والإمارات والشقيقة مصر في تعديد سلة تحالفاتها وعلاقاتها مع القوى الدولية، وتمكنت من نس علاقات مع كل القوى بما فيها الصين وإيران بما فيها الصين وروسيا، وبدء مشاورات أيضا مع القوى التي كانت تناوئنا كتركيا أو إيران أو حتى الكيان الإسرائيلي. وهذا أيضا يثبت أن هذه القيادات بدأت تتمتع بالواقعية وبدأت تتمتع بما يجب أن تسلكه من سلوك من شأنه أن يوفر الحماية لدول المنطقة ومن شأنه أن يوفر الأمن والسلام لمنطقتنا. ولعل آخر مثال على هذا ما أشير إليه هو الاجتماع الثلاثي الذي ضم سمو وزير الخارجية ومعالي أمين جامعة الدول العربية وبالغيط مع ممثل الاتحاد الأوروبي، والذي أسفر عن تكوين لجنة ثلاثية لمعالجة القضية الفلسطينية. لذلك أقول أن دول المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تقود العمل العربي وتتصدى للتهديدات وترسم مستقبل المنطقة مع مراعية حقيقة طبيعة العلاقات التاريخية مع القوى القديمة والحليف الاستراتيجي. تحدثت عن العديد من النقاط المهمة، اسمح لي أن أذهب إلى الإمارات وأسمع رأي السيد محمد حول تحديدا نقطة التمتع بالواقعية وأيضا استضافة مصر كوب 27 وسوف يقام كوب 28 في الإمارات. هل هذه الخطوات أثبتت أن دول المنطقة تؤدي الدور المؤثر والجاد في التعامل مع أزمة تغير المناخ تحديدا وملف المناخ؟ تفضل. أمس عليك الأستاذة وأمس على الزملاء والضيوف وعلى الجمهور كذلك. نعم الأستاذة، نعم أن دول المنطقة بدأت الآن تتشابك مع الملفات الدولية وكذلك تضع بصمتها الحقيقية فيما يخص هذه الملفات التي هي تعتبر جديدة على منطقة الشرق الأوسط، ولكن استطاعت دول المنطقة أن تتفاعل معها وأن تضيف إضافة نوعية في هذه الملفات. بالنسبة لي أعتقد استضافة مصر ومن ثم دولة الإمارات يعني كوب 27 و 28 بالتتالي هذه مبدأ ثقة وقناعة دولية بأن هذه الدول لديها ما تضيفه للعالم ولديها القدرة كذلك على إحداث تغير نوعي في هذا الملف. لكن أستاذتي خلينا نقول نحن هذه الدول الأربع الإمارات السعودية مصر
والأردن وكذلك شقيقاتها العربية، لربما الأربعة هذه الدول استطاعت أن تخلق لنفسها فرصة من أزمات بدأت من 2008 إلى 2013. هذه الفترة كان العمل العربي تقريبا مغيب على الساحة الدولية، ولكن ما بعد هذه الفترة، ما بعد 2013 إلى الآن، أعتقد أنها دخلت في الملفات الدولية وبقوة، وأثبتت موقفها وأن العمل العربي قادر بشكل عام بقيادة هذه الدول. صحيح، وتحديدا حول هذه النقطة اسمح لي أن أذهب إلى الأردن. يعني يشهد النظام العالمي تحولات واسعة، وهذا هو عنوان الحلقة، منذ الأزمة العالمية ومؤخرا حتى الآن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية منذ كورونا وحتى الآن. كيف ترى دور دول الشرق الأوسط في تفاعلات وتوازنات القوى العالمية، وأيضا كيف يمكن الاستمرار في الحفاظ على هذه القوة، ويعني في ظل هذه الأزمات كيف يمكن في هذه اللحظة الراهنة استكمال هذه النجاحات؟ أول شيء مساء الخير عليك وعلى ضيوفك ستي. بالحقيقة احنا بدنا نحكي في هذا الموضوع المهم، الجانب المهم، انه دول المنطقة استطاعت، دول المنطقة مصر والسعودية والأردن والإمارات استطاعوا أنهم يتفاعلوا مع جميع التحديات الموجودة في المنطقة بما فيها التحديات الأمنية أو السياسية، سواء تلك من دول الإقليم كإسرائيل وإيران وغيرها من الدول، أو الأوضاع الاقتصادية أو غيرها. بدي أرجع لقبل 2011. بدي أحكي إنه الدول هاي استطاعت احتواء تداعيات ما يسمى بالربيع العربي بما تضمنه من تحالف بين قوى الإسلام السياسي وبعض القوى الغربية. اثنين، أدى هذا إلى إفشال هذا المشروع المخطط له، وأسس لمرحلة مستقبلية جديدة لبناء القدرات والتحديات التي سيخوضون فيها الوضع القادم. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها إنه بالرغم من العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والدول العربية، إلا أن ذلك لم يمنع من توجيه الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات لإقامة علاقات متوازنة مع بقية دول العالم كالصين وروسيا والهند. الشغلة الثالثة، أهم شيء، إنه الحرب الأوكرانية الروسية أدت إلى زيادة طلب على إمدادات الطاقة بما فيها الغاز والبترول. الشغلة المهمة اللي بدنا نحكيها هنا إنه استجابت هاي الدول العربية بالتعامل مع هذا الموضوع بشكل ذكي ودقيق، بحيث إنه على سبيل المثال لا الحصر، مصر كانت دولة مستهلكة أو مستوردة للغاز الطبيعي، الآن أصبحت دولة مصدرة للغاز، وبتوقع أنها تكون من 10 الدول الأكبر في العالم المصدرين للغاز. الشغلة المهمة أنه الطاقة في المنطقة تمتلك أكبر حجم من الطاقة واحتياطاتها، ودفعت ذلك إلى تعزيز قوتها السياسية. الآن إحنا بدنا نحكي أنه الدول العربية فيما يتعلق في موضوع على سبيل المثال استضافة قمة المناخ، استضافة البطولات الرياضية العالمية، وما يتعلق ذلك في الموجودات العالمية من النفط المستورد وكل شيء، إلا أنه إحنا بنحكي عن عصر جديد تقوده الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات والأردن. تمتلك هذه الأنظمة، تمتلك اعتدال سياسي، قادرة على اقتناص الفرص، قادرة على البناء، قادرة على مواجهة التحديات بقدرة قوية جدا ورغبة عالمية ممتازة. الآن احنا بنحكي انه الآن هذه الدول تعتبر ميزة في الشرق الأوسط، وأصبح لها نفوذ، على سبيل المثال نفوذ سياسي في كل المنطقة يشار لها بالبنان. على سبيل المثال مصر وضح في إفريقيا تطور بعد مؤتمر المناخ، الإمارات شرحه بالسنة هاي، متوقع كمان مؤتمر المناخ راح يأخذ مداخيل أخرى باتجاهات أخرى. ثلاثة، اللي بدي أحكي فيه الآن عن مؤتمر الأمن اللي عقد في جدة، ركز على ثلاث قضايا
مهمة اللي هي أمن الطاقة، أمن الطاقة واستقرار أسواقها، هذا أهم شيء، ومواجهة القضايا المناخية. يعني أجمل هاي المواضيع في العديد من القضايا. صحيح، سنتحدث أيضا تحديدا عن أمن الطاقة والقضايا المناخية، ولكن اسمح لي أن أذهب مرة أخرى إلى القاهرة. نجحت مصر كما ذكرت منذ قليل من الأردن في تصدير 60% من الغاز لأوروبا لأول مرة. كيف تقرأ دكتور هذا الرقم ودلالات هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ هو نوع من الذكاء في التعامل مع المتغيرات والتعامل مع الأزمات وفترات الصراع على المستوى الدولي. بطبيعة الحال الحرب الروسية الأوكرانية فرضت نفسها على المشهد، وبالتالي كان لابد سواء لمصر أو للدول العربية الأخرى أن تتعامل مع هذه المتغيرات بذكاء وحصافة وقدرة على عدم خسارة أي طرف من الأطراف. مثلما أبقت الدول العربية ومنها مصر على علاقات جيدة مع روسيا خلال فترة الصراع، ورفضت الضغوط الغربية لمحاولة إزاحة روسيا أو المشاركة في الضغوط عليها بشكل أو آخر، حاولت الدول العربية وفي مقدمتها مصر أن تكون أحد المصادر الرئيسية لإمداد الغرب وأوروبا في فصل الشتاء القارس باحتياجاتها من الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي، خصوصا مع الضغوط الروسية على أوروبا بشأن الإمداد في ظل الصراع والأزمات بين الطرفين. إذن هناك قدرة على إدارة الملفات بذكاء سواء من جانب مصر أو الدول العربية التي ذكرتها وذكرها ضيوفك الكرام، على إدارة هذا الملف بذكاء والتعامل الذي يبقي على المسافات بشكل جيد والنظرة إلى المستقبل، بحيث يكون كل هذه الأطراف الصاعدة من قوى الشرق الأوسط قادرة على أن يكون لها كلمة في المشهد العالمي، وأيضا كلمة في حال ما إذا وصلت الأمور إلى محطات التسوية أو التفاوض بين الأطراف المختلفة في مختلف الصراعات والنزاعات، وأيضا الاهتمام بأن يكون لها التأثير من حيث الدور السياسي والطاقة وأمن الطاقة، وأيضا الاهتمام بأن يكون لها دور فاعل على مستوى الأنشطة والفعاليات واستضافة المؤتمرات والقمم العالمية. والتحدي الأكبر الآن هو الاستمرار في هذا النجاح. أعود مرة أخرى إلى السعودية، كيف يمكن الاستمرار في هذا النجاح، وأيضا كيف يمكن أن نقيم تعامل منطقة الشرق الأوسط مع الأزمة الاقتصادية الراهنة للحفاظ على هذه النجاحات؟ هل نحن نثق بشكل كبير والاستراتيجية واضحة أن هذه النجاحات والخطوات ستستمر في ظل هذا التصاعد الكبير للكثير من القضايا والمشاكل عالميا؟ سؤال منطقي حقيقة. أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أن دول العربية مصر والسعودية والأردن والإمارات تقف على أرض صلبة، وأنها بالفعل تمكنت من خلق فرص من خلال هذه الأزمة، أثبتت من خلال الحياد الاستراتيجي الذي مارسته دولنا ومن خلال استثمار مقوماتنا لخلق واقع سياسي جديد. الدليل على ذلك كيف أدارت السعودية ومعها أشقائها أزمة أوبك بلس رغم الرفض الأمريكي، وتمكنت السعودية من اتخاذ قرار تاريخي بخفض الانتاج 2 مليون رغم الضغوط الأمريكية آنذاك، إلا أن وجهة النظر العربية بمساندة الأشقاء في مصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة من فرض وجهة النظر المتعقلة جدا، والتي مكنت من انتشال أسعار الطاقة بأكملها من براثن التهديدات أو الابتزاز الأوروبي والغربي، وجعلها بأسعار متناولة لجميع المنتجين والمستهلكين، رغم أن هذه الضغوط كانت تريد أن تفصل الموقف العربي عن المصالح الروسية، لكن تمكنت الكتل العربية من إقناع الغرب بأن هذا الموقف موقف اقتصادي تقني ليس سياسيا، ولا يقصد منه الانحياز مع الروس بقدر ما هو إعلان موقف حيادي لمصالحنا ومصالح الاقتصاد العالمي. وسارعت الدول الخليجية السعودية ومصر آنذاك لتقديم ما يقارب 600 مليون دولار لأوكرانيا في إثبات أننا نقف بالفعل في على موقف الحياد الاستراتيجي. النقطة الثانية بالمناسبة، ونحن نتحدث الآن
كان هناك وفد أمريكي أمس وأمس الأول زار الرياض والتقى بممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهذا الوفد مكون من البنتاغون ومكون من السي آي اي ومن وزارة النفط ووزارة الطاقة ومجموعة من الوزارات الأمريكية في انعطافة جديدة في السياسة الأمريكية، لأنها رأت بالفعل أن دولنا دول المنطقة العربية بأكملها المنظومة الخليجية ومعنا الأشقاء في مصر والأردن تقف موقف العاقل الذي مارس السياسة لصالح مصالح شعوبه ولصالح مصالح الدول. في اعتقادي أن حماية هذه المكتسبات يقوم على وحدة اللحمة الداخلية التي نتمتع بها وهي واضحة، تقوم على استمرار واستدامة التنسيق ما بين هذه المنظومة، وتقوم على المحافظة على حول اللحمة الداخلية واستمرار التنسيق. وأيضا منذ قليل حضرتك ذكرت أهمية الاستثمار البشري، أذهب بهذه النقاط إلى الإمارات مرة أخرى، الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوافي. إذا سيد محمد، كيف ترى هذه الخطوات وتحديدا فيما يتعلق بالاستثمار البشري؟ كيف يمكن للاستثمار البشري أن يساعد دول الشرق الأوسط أن تستمر في هذه الخطوات الناجحة وفي الريادة؟ أعتقد هذا لب كل القضايا في العالم، اللي هي عملية الاستثمار في يعني في القوى البشرية أو في المورد البشري. ودول العربية، خلينا نتكلم نحن كالدول الأربع الآن، أعطت مجال كبير للشباب خلال الفترة الماضية وأظهروا مهارات كبيرة في عملية أنهم هم كذلك يكونوا عامل مساعد في عملية صناعة القرارات الجديدة الآن اللي هي تحقيق نجاحات على المستوى الخارجي. كثير من الحكومات أو العديد من المناصب القيادية الآن في الدول، سواء في الإمارات أو السعودية أو كذلك مصر والأردن، يا الشباب اللي يتحملونها وهم كذلك يضعوا كذلك يعني دولهم في المقدمة. فعملية الاستثمار في هذا الجانب أعتقد أنها هي أصبحت قناعة، كونها أثبتت نجاح في تجارب التنموية الأخرى في العالم سواء كانت في كوريا أو في سنغافورة، وبالتالي إسقاطها على الدول العربية أنا أعتقد أنها هو الرهان الأكبر في الاستمرار في هذه النجاحات وتحقيق التميز. أذهب إلى الأردن الآن، أسمع من حضرتك سيد محسن تعقيب أخير، وأيضا بعد ذلك سأسمع تعقيب أخير من الدكتور ياسر. إذا تعقيب حضرتك أخيرا. أخيراً أنا بدي أحكي الآن القوى الصاعدة بتشتغل على موضوع الطاقة بشكل مميز جداً، وبتشتغل على موضوع الاقتصاد بشكل مميز جداً وفق المتاح. وهذا إشي زي ما تفضلوا فيه الزملاء أو الأصدقاء الإخوان، أنه وفق ذكاء مقدر وبخطوات محسوبة ومهمة. الآن بدي أحكي عن الجانب الآخر، أنه هذا بيحتاج إلى غطاء سياسي، تنسيق سياسي، وهذا متوفر بين الدول الأربعة، مصر والسعودية والإمارات والأردن، بخصوص القضايا الإقليمية ودول الإقليم. يعني على سبيل المثال في دول محيطة كسوريا كليبيا ككذا، بيحاولوا الدول هاي الأربعة بتشكل موقف سياسي ضاغط على الإقليم، إنه إحنا دول عربية موجودين قادرين إن نحل مشاكلنا ونحافظ على حالنا بعيدا عن القوى الإقليمية المحيطة أو المتكسبة من هذه المواضيع. الآن أنا تقديري الشخصي أنه المستقبل القادم راح يكون مميز جدا وفق الخطط اللي حطوها والنجاحات اللي حطوها، سواء فيما يتعلق في موضوع الطاقة وموضوع المناخ، والموضوع الأهم الاستثمار في القوى البشرية، خاصة وأنه مصر تمتلك عمق بشري هائل مميزين بطاقة العلم والعمل والقدرة على الإنجاز. وسلامتك ستي. شكرا لحضرتك من القاهرة دكتور ياسر. يعني سريعا، رؤية حضرتك لمستقبل الشرق الأوسط. الحقيقة أنه النقطة التي أثارها ضيوفك الكرام مهمة للغاية، تتلخص في نقطة يمكن أن نقول أنها أن تجاوز هذه القوى والدول الرئيسية في المنطقة واللاعبة الرئيسية لأي صراعات، وحول محاولتها أن تضبط الوضع الأمني والسياسي وغيره في المنطقة، هو أحد المنطلقات الرئيسية لقوة هذه الدول اللاعبة إقليميا ودوليا.
هذه الدول خططت بشكل جيد لكي تدير الصراعات، تحيد القوى المناوعة أو المعادية إقليميا، وأيضا أن تكون لها قدرة فاعلة على التأثير إقليميا ودوليا من خلال قوتها الاقتصادية وقدرتها السياسية وتنسيقها سواء على المستوى الأمني أو على المستوى الاستراتيجي، وأيضا من خلال التركيز على قدراتها في مجال القوى الناعمة. وبالتالي استطاعت هذه الدول أن يكون لها صوت مسموع وأن ينتبه إليها عدد كبير من المحللين الاستراتيجيين عالميا. وأعتقد أنه الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين الدول المعنية في المنطقة لكي تكون أكثر ثقلا وأكثر تأثيرا في المسرح العالمي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا من القاهرة، كنت معنا الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي، ومن الأردن السيد محسن الشبكي المحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا لكم. ويتفضل السيد الدكتور مبارك العاتي من السعودية المحلل السياسي، ومن الأمارات الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد الصوافي، أن تبقوا معي فاصل مشاهدينا ونعود نستكمل مطروح للنقاش. ساهمت المتغيرات الدولية في بروز قوى إقليمية صاعدة ومؤثرة في الشرق الأوسط. تنامى دورها اقتصادياً وسياسياً خلال السنوات الأخيرة. مصر صاحبة القفزة الاقتصادية الاستثنائية، تصدرت الاقتصادات الناشئة كما تحولت إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. مع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي واستقبال إنتاج دول الجوار لتحويله إلى غاز مسال وإعادة تصديره لتأمين الاحتياجات العالمية المتزايدة، كما زادت مصر من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ما يعطيها ثقلا اقتصاديا وإقليميا كبيرا. وحققت مصر قفزات عملاقة في قطاع التحول الأخضر، ما أهلها إلى تنظيم قمة المناخ كوب 27 التي تعد الأكثر خصوصية لكونها قمة التنفيذ، إضافة إلى تحقيق مصر خلال قيادتها قمة المناخ إنجازاً كبيراً. بتدشين صندوق الأضرار والخسائر الذي يدعم تحول الدول ذات القدرات المحدودة إلى مواجهة تغيرات المناخ، قبل أن تسلم شعلة المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتولى تنظيم قمة كوب 28. وبالإضافة إلى مصر، فالسعودية والإمارات حققتا استفادة قصوى من رسوخها كقوتين مؤثرتين في مجال الطاقة، ووجهتا نتاجهما لمشروعات غير نفطية مع اهتمام بالغ بالطاقة النفطية، نتج عنه بدء السعودية والإمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعاظم الإيرادات غير النفطية لدى الدولتين، إضافة إلى سعي الدول الثلاث إلى عقد شراكات للتعاون في مجالات التصنيع الإقليمي وتوطين الصناعات لتعويض أي نقص لدى الدول العربية نتيجة ارتباك سلاسل الإمداد. لنستكمل النقاش وعود مرة أخرى إلى السعودية دكتور مبارك العاتي المحلل السياسي. أقيمت قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة عربية وأمريكية في توقيت مهم خلال العام الماضي، كيف تؤثر توصيات هذه القمة على مستقبل المنطقة في ملف وهو ملف مهم جدا، هو ملف الطاقة؟
في اعتقادي أن القمة العربية الصينية في رأيي أنها أفضت إلى ما هو أهم من معطيات قمة جدة الأمن والتنمية. كيف؟ وفي إشارة مهمة جدا، عنوان قمة جدة كانت للأمن والتنمية، فيما كان عنوان قمة الرياض التعاون والتنمية، وهي إشارة مهمة جدا من دول المنطقة ومن السعودية تحديدا بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر على ما هي عليه والمحافظة عليها في سبيل إبقاء العلاقات التاريخية، التحالف الاستراتيجي التاريخي قائم، مع نسج علاقات جديدة مع القوى الصاعدة والقوى الجديدة كالصين أو روسيا. وهي إشارة في رأيي أن دول المنطقة بعثتها بشكل واضح إلى سيد البيت الأبيض وإلى أيضا الزائر الكبير الرئيس الصيني. النقطة الثالثة أن ولكن حول هذه النقطة تحديدا، اسمح لي وعفوا للمقاطعة، ولكن فكرة التوازن هي فكرة يعني تم طرحها على مدار الحلقة اليوم من كافة الضيوف. عملية التوازن سياسيا واقتصاديا في هذا التوقيت ليست سهلة بالمرة. بالضبط، وأعتقد أن دول المنطقة مرت بمخاض كبير جدا ومارست الدبلوماسية والصبر الاستراتيجي في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع روسيا في سبيل حماية مصالحها. ولذلك رأينا أن عواصم المنطقة سواء الرياض أو القاهرة أو أبو ظبي تحولت إلى محج سياسي لكثير من الوفود الأمريكية والوفود الأوروبية، والتي كان آخرها ما أشرت إليه قبل قليل حول وجود وفد أمريكي للقاء ممثل دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. لذلك أقول أن قادة المنطقة سواء سمو ولي العهد أو سمو رئيس دولة الإمارات أو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو جلالة الملك عبد الله الثاني، يعني تمتعوا بالحضور الدائم على المسرح الدولي من خلال حرصهم الدائم والدائب على حماية مصالحهم، ومن خلال أيضا إدراك أن المنطقة اليوم هي مقبلة على مرحلة جديدة جراء ما تتمتع به من تركيبة ديمغرافية مهمة، جراء ما تتمتع به أيضا من ثروات كبيرة جدا تمكنت القيادات الشابة الجديدة من استثمار هذه الثروات وتطويعها لصالح الشعوب والوقوف صفا جنبا إلى جنب صفا واحدا مع الشعوب أيضا لاستثمار هذه الطاقة لصالح دول المنطقة. ثم أيضا نقطة أخرى، في رأيي أن السعودية والإمارات أدركوا بأن تقاسم الرخاء مع الدول الشقيقة أمر مهم جدا من شأنه أن يوفر حصنا لأمن المنطقة وأن يوفر أيضا حماية للشعوب المحيطة بنا سواء في العراق أو في سوريا حتى أو في اليمن أو في السودان، وهي نقاط مهمة جدا. النقطة الأخرى أيضا مسارعة هذه الدول لمعالجة ملف سد النهضة وإقامة مصالحة على الأقل ما بين أثيوبيا وإريتريا لتأثيرها على مجرى النهر وقوة للسودان ومصر. الدول الثلاث وقوة المنطقة أيضا تظهر في كثير من المواقف والكوارث صحيح. الإنسانية آخرها الدور المصري بالفعل. وريادة الدور المصري وأيضا بقية الدول للمساعدة مساعدة سوريا بعيدا عن أي خلافات صحيح. سياسية، هذا أمر مهم صحيح. أيضا صحيح. بالفعل كانت واضحة كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بكلمة فخامة الرئيس السيسي في أبو ظبي عندما أشار إلى أنه طلب من سمو دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بزيادة المساعدات لسوريا، ولباه دولة سمو الرئيس محمد وأرسل جسر جوي وجسر بري لسوريا. أيضا الجسر الجوي الكبير الذي قامت المملكة العربية السعودية جسر جوي جسر بري للأشقاء في سوريا وللأشقاء في تركيا أيضا. ولذلك صحيح. نقول أن التنسيق السعودي المصري الإماراتي من شأنه أن يخلق قوة جديدة معتمدة على استثمار الثروات الاقتصادية، معتمدة على تطويع الموقع الجيوسياسي لهذه المنطقة لصالح شعوب المنطقة وللإسهام في رسم مستقبل هذه المنطقة. أذهب إلى الإمارات، الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد الصوافي. يعني نقطة وملف مهم هو أمن الطاقة وتغير المناخ وتحديات تهدد العالم حاليا تحديدا فيما يتعلق بهذه العناوين. ما الدور المتوقع من الشرق الأوسط لمواجهة هذه المتغيرات في السنوات المقبلة، وليس فقط لمواجهة هذه التغيرات ولكن أيضا لاستغلال هذه الأزمات الغربية أيضا لصالح الشرق الأوسط؟
نعم، يعني أنا أعتقد أن الدول الشرق الأوسط يعني تمتلك الطاقة التي من خلالها ممكن توفرها للعالم، واعتقادي كذلك أن هذه الدول ليست بخيلة على العالم، ولكن هي تدفع بأن تساعد في عملية المساعدة يعني توفير الطاقة لكافة الدول في العالم، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لها دون أن يتم تسييس هذه الملفات. نعم، لدينا طاقة وسوف يعني يستفيد منها العالم، وفي نفس الوقت، وهذا كان تعهد فيه الشيخ محمد بن زايد في أول خطاب له بعد ما تسلم رئاسة دولة الإمارات، وضح هذه النقطة. وفيما يخص القضايا مثل القضايا الإنسانية مثل قضية المناخ، أعتقد أننا نحن بدأنا أن نكون فاعلين، أنا أتكلم باسم الشرق الأوسط، في هذه الملفات. وأعتقد أن استضافة مصر وكذلك أعيد الإمارات هذا المؤتمرين متتاليين، أعتقد أن كذلك يعني هي قناعة دولية وثقة في أن هذه الدول راح تعمل تغيير في هذه الأزمة، وسوف تساعد في عملية إيجاد حلول، كونها تمتلك علاقات وشراكات دولية تساهم في عملية مساعدة الدول التي يعني لها الدور الأكبر في التلويث العالم، في إقناع الآخرين بعملية التوسع في إيجاد حلول. قدر هذه المنطقة أن تقع بين دول في أفريقيا متأثرة من قرارات دولية، وقدرها كذلك أن تلعب أن تتحمل بعض الأخطاء في من السياسة الدولية، ويعني وتلعب دور متوازن في هذا العالم. أعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا، وأثبتت هذه الأزمة التي حاولت فيها الولايات المتحدة أن تضغط على دول الخليج في عملية الانحياز إلى طرف ضد آخر في الأزمة، وما زالت الدول هذه تقاوم، وأعتقد أنها لديها القدرة من خلال شراكاتها. ولذلك تحدثنا عن نقطة التوازن وأهمية هذه النقطة. ينضم لنا من القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أهلا بك. تتجه بعض دول الشرق الأوسط إلى الصناعات غير النفطية، فماذا حققت دول المنطقة حتى الآن في هذه الصناعات، وأهمية هذا الملف في هذا التوقيت أيضا؟ مساء الخير. في البداية تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام، وتحياتي للسادة المشاهدين. بالتأكيد الاستراتيجية واضحة بتتجه الدول أي منتزة للطاقة بشكل عام، في إطار أنه العوائد اللي بتجنيها هذه الدول في أوقات الرواج حينما تنتشر الأسعار، بالتأكيد ده بيحقق لهم احتياطيات استراتيجية هامة للغاية، لكن في أوقات الركود والتباطؤ وانخفاض أسعار الطاقة عليهم ضغوط كبيرة. وفوق ده الحقيقه هذه الدول المنتجه للطاقه بشكل كبير ايقنت انه مهم جدا ان يكون في تنوع لمصادر الدخل، لانه ما يتحقق وقت الفور الاخرى. وده يخليني اسال حضرتك سؤال سريع، واطلب من حضرتك ايضا يعني لو الصوت يكون اوضح، كيف نعكس التوسع في الصناعات غير النفطيه على مستقبل دول الشرق الاوسط سريعا؟ خلينا نؤكد على انه قطاع الصناعه هو قطاع ذو نفس طويل، قطاع يجب ان تتحقق نتائجه في الامد الاقصر. وهذه الاستراتيجيه اللي بدات الدول المنتجه للطاقه في اتباعها ليست لها فترات او تاريخ زمني طويل. مؤكد انه ما يتعلق بتطور قطاع الصناعه بالتاكيد ده رهن بعده امور، رهن بالقدره على جذب التكنولوجي من المجتمع الدولي، رهن بالدخول في تحالفات مع شركات استراتيجيه على المستوى الدولي، بالتاكيد دي كلها بتاخذ بعض الوقت. مؤكد انه ايضا ما يتعلق باعاده ترتيب وتاهيل البيت من الداخل، بمعنى انه هل الدوله والبنيه الاساسيه والتوجه نحو التصنيع هل هو موجود بتاتا لدى هذه الدول ام لا؟ فبالتاكيد لخلق هذا المناخ المواتي او المحايد او المساند لقطاع الصناعه على وجه التحديد، وكي يمكن ان يتحقق نتائج طيبة، ده بياخذ بعض الوقت. وبالتالي مسألة التقييم إلى أي مدى تحقق على أرض الواقع نتائج، بالتأكيد تحققت، لكن هو هل هذه النتائج اللي تحققت حاليا قادرة أو كافية إذا ما تقلصت عوائد قطاع الطاقة أن تساند الوضع الاقتصادي؟ أتصور الإجابة بالتأكيد لا.
أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي. من السعودية كان معنا دكتور مبارك العاتي المحلل السياسي، ومن الإمارات الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوافي، ومن القاهرة الدكتور هشام إبراهيم المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار. كنا معكم والنقاش حول الدور الإقليمي للقوى الصاعدة في الشرق الأوسط، مصر الإمارات والسعودية، ودور كل دولة في تغيير موازين القوى إقليميا ودوليا. الأحد حلقة جديدة من برنامج مطروح للنقاش، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.